ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. حنا كنتواجدوا بالضبط مركب ثقافي زفزاف للقاء التعاضدية الوطنية للفنانين مع بعض الفنانة. تعرفوا الفنانة أشنو قالوا على التعاضدية وعلى هذه المشاكل؟ أجوا معايا الناس ديال التعاضدية الفنانين اللي غنجيو غنتفقهوا على شي حوايج اللي ما كناش كنعرفوهم، أو خاص الفنان المغربي عامة، ماشي غير الفنان، كاين التكنيسيان كاع اللي داخل التعاضدية ديال لي زارتيست، أنهم جيو يستافدوا من المزايا ديال التعاضدية. فالحمد لله هاد البادرة، هاد التواصل مع الفنانين يعني غيعطي واحد الشحنة جديدة وغيتزاد فيها بنادم، لأنه ولات فيها كيف تكونوا لي زافونتاج جداد، وليتي كتدفع الدواء على 15 يوم كيرجعوك الفلوس. فهذه مزيانه للفنان. الفنان دابا مابقاش عنده يشكي بان المرض ولا ما المرض، عندك بطاقه الفنان مالك الا جيت الخارط في التعاضديه ديال الفنانين. ربما انا ما ندخلش في التخصص، ربما كان هذاك ديال البطاقه اللي عنده البطاقه ديال الفنان صيفطوا لهم هذوك العناوين وليزادريس ديال لي زارتيست فين لا سينيسيس فين عرفوا الفنان ولا عمرهم سولوه فيه حتى لدابا. فاحنا عندنا تعاضديه اللي مديرها سيدنا الله ينصرو انه فكر في الفنان. فاليوم كنلقاو كاين واحد المكتب ديال الفنان اللي هي تعاضدية المغربية للفنانين. جميل أنك تحضر في هذه اللقاءات بحال هكا باش تعرف الأمور وتعرف الجديد ديال فين كتوصل التعاضدية، واللي احنا نقدروا نطرحوا بعض الأسئلة على الناس ديال المكتب باش يفهمونا شي حوايج، لأن بزاف الحوايج ما فهمناهمش، بالأخص الوقت اللي كتجيك رسالة من لامو وكتقول لك خلص واحد القدر ديال الفلوس. بحالي انا شخصيا جاتني واحد 2500 درهم وانا ما عمرني سجلت في هاد لامو، ما عمرني، انا عندي تعاضديه وحده هي اللي كنخلص فيها 700 درهم في العام، علاش تجيني هذا؟ وهذا الشيء كيعجبني باش اننا نتلاقاو اولا صله الرحم مع الفنانه، وثانيا نعرفوا اشنو ونطرحوا الاسئله ديالنا ونطرحوا اشنو دارنا. فشكرا للمنظمين، شكرا للمكتب ديال التعاضديه على هذه البادره الطيبه، كنشكرهم على هذه الاجتهادات، شكرا لجميع الفنانين اللي حضروا اليوم، وشكرا لكم حتى نتوما. كنعيشوا واحد المرحله جيده، وكنا كنعيشوا مرحله يعني كناخذوا حقوق ديالنا وواجبات، من بعد كنعطيو الواجبات ديالنا كناخذوا الحقوق ديالنا. الان لما هزونا وحطونا لاسينيسيس الدمار الاجتماعي، وعندي الزوجه حتى هي فنانه، تاهي لقيتها حاطينها معايا ومحيدينها من التعاضديه، وجوج اطفال دابا اولادي راه معايا، ولكن جوج اطفال متكفل بهم عن طريق الزوجه محيدين دابا ما كيستافدوش، ووحده تعيشوا الاعاقه ما كاينينش نهائيا. هذا الشيء كله يعني الزوجه راه ما كتستافدش، يعني ما رغم انها معايا لان ما ذوك الوليدات هما تحرموا. بالتالي انا الميلف الفرج دخلت الزوجه لقيته حقه المغلق، دخلت على كلينيك واحد المونطون كبير ديال فايت واحد 5000 درهم ومع 6000 درهم ومع 7000 درهم، دفعت الميلف قبلوه مني مني داز في الاخر رفضوه، يعني داو لي الامانه ما استفدتش منها. المراه دخلت للسبيطار البوليكلينيك الدرب غلف وخرجات بدون فائده، شكون اللي ضعت انا؟ الادويه الان الا مشيتي كيرجعوا لك، الا حطيتي 200 درهم كتلقى 60 درهم اللي راجع لك. انا وليت مسامح في هاد لاسينيسيس، هادشي ديال الدواء هما عندي صوبه ديال الادويه كنقول من ناقص. واش الرساله هما يحيدونا من لاسينيسيس؟ الله يرحم الوالدين السيد الوزير، الناس المسؤولين على هذا القطاع ديال الصحه، حيدونا من لاسينيسيس وردونا للتعاضديه، هادشي اللي بغينا. راه كنا في التعاضديه كنا كنعيشوا حياه عاديه وكناخذوا حقنا في الوقت المناسب.